عايز اعرف يعني الاوضاع حاليا دلوقتي في السودان بعد اكتر من 15 يوم من اندلاع الاشتباكات، واحنا تقريبا النهارده اليوم ال 16 من اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وطبعا الشعب السوداني بحاجه ماسه لوقفه انسانيه. هناك عمليه نزوح واسعه، سواء كان هذا عن طريق الحدود السودانيه مع 7 دول تجاور السودان، او حتى نزوح داخلي. وبالتالي هناك طبعا ايضا توقف في عمليه الامدادات والتموين بالنسبه للمواد الغذائيه. وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى الملايين المحتاجين، ويجب أن يكون هناك في وقفة، وقف إطلاق نار حتى نستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. طبعا البرنامج بيتحرك بصورة سريعة لإعادة عمليات المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين وللمجتمعات المضيفة والنازحين في داخل البلاد، لأن البلد بتغرق في أزمة مع ملايين من الناس بيعانون من الجوع. يعني إذا نظرنا لتقييم عدد المحتاجين، صعب جدا في هذه الأيام لأن الوضع الأمني سيء وليس لدينا قدرة على مسح شامل لتحديد الاحتياجات، ولكن في الأيام، حتى في الشهور التي كانت قبل بداية هذا الصراع المسلح، كان هناك حوالي 15 مليون شخص بيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، بالإضافة أيضا إلى أن السودان بتستضيف أكثر من مليون لاجئ. طبعا مع استمرار الصراع والنزوح، يعني نعتقد أن أعداد هؤلاء أصبحت في تزايد كبير، من الصعب التنبؤ بعدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء وعدد الأشخاص الذين يمكننا الوصول إليهم، لكن نتوقع أن تكون هذه الأرقام كبيرة، وخاصة كما ذكرت اللاجئين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة. نعم، طيب عمل البرنامج نفسه، البرنامج الأممي، هل عاد العمل للسودان بعد توقفه وإعلان توقفه بعد مقتل 3 من أشخاصه إلى الآن بعد 15 يوم، هل عاد العمل ولا إلى الآن لم يعود العمل مرة أخرى؟ في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في السودان، يعني أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي اليوم برفع تعليق عمل البرنامج في داخل السودان. طبعا الآن البرنامج يتحرك بصورة سريعة لإعادة إطلاق عمليات المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين. طبعا يعني صورة عودة البرنامج لم تتضح إلى الآن، لكن سيكون هناك بصورة سريعة توزيع للمواد الغذائية في الأيام المقبلة في شرق السودان، في شرق البلاد، على حسب طبعا الأوضاع الإنسانية والأوضاع الأمنية، وإذا كانت هذه الأوضاع تسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالتحرك بصورة آمنة في كثير من المناطق لتوزيع المواد الغذائية. نعم، حضرتك ذكرت في تصريحات سابقة أنه تم اجتياح ونهب مخازن البرنامج الأممي، يعني عايزين نعرف ويمكن إطلاعنا عن كم الخسائر لبرنامج الأغذية العالمي بسبب الحرب في السودان اللي تعرض لها في الوقت الحالي تقريبا 15 يوم يعني من بعد الحرب. بالنسبة لعمل البرنامج، طبعا في أول يوم في الصراع المسلح الذي اجتاح السودان في 15 أبريل، تعرض موظفي البرنامج لإطلاق نيران كثيفة، وعلى أثر هذا فقد البرنامج 3 من موظفيه، بالإضافة إلى إصابة خطيرة ل2 من الموظفين. أيضا كان هناك مهمة مشتركة لهؤلاء مع موظفي بنك في السودان، لأننا كنا نقوم بعملية يعني مسح أو يعني تقييم لعمل البرنامج في منطقة ما لتقديم مساعدات نقدية، وطبعا نتج عن هذا أيضا مقتل 4 أشخاص من الشركاء الذين نعمل معهم في هذا البنك. البرنامج أيضا كان هناك عملية يعني تعرضت طائرة برنامج الأغذية العالمي التي كانت في مطار الخرطوم لإصابات بالغة
يعني هي نعتبرها ليست في إطار الإصلاح. هذه الطائرات، برنامج الأمم المتحدة هو بيقدم خدمة الطيران الإنساني الجوي في السودان. هذه الطائرات بتخدم حوالي أكثر من يعني 30 ألف راكب بصورة سنوية، أكثر من 100 منظمة شريكة من منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الغير حكومية بتستخدم الطيران الجوي التابع للأمم المتحدة، وبتنقلنا لحوالي 36 وجهة في السودان. وبالتالي طبعا عملية تدمير هذه الطائرة كان طبعا له مردود سلبي جدا، وسيؤثر على قدرة البرنامج في العمل في الكثير من المناطق في السودان. أيضا كان هناك سرقة لحوالي 10 سيارات لبرنامج الأفضل العالمي، بالإضافة إلى نهب مخازن البرنامج في نيالا في جنوب دارفور، حوالي أكثر من 5000 طن من المواد الغذائية يعني تم السطو عليها. بالإضافة أيضا كما ذكرت 10 مركبات، 10 سيارات، 6 شاحنات، كلها في مناطق في دارفور. بصورة عامة حتى كثير من المناطق لا نعلم حجم الخسائر، لأننا طبعا مع تردي الأوضاع الأمنية صعب الوصول إلى هذه المناطق حتى نستطيع تقييم ماذا حدث بالفعل. لكن هناك تقارير عن عملية أيضا سلب واسعة لكل المقرات للبرنامج في كثير من المناطق في السودان، ودور الضيافة التي ينزل بها الموظفين عند في هذه الأماكن. نعم، المنظمة الدولية بعد نهب مخازنها والسطو على بعض الممتلكات الخاصة بيها وحاجة الشعب السوداني للمساعدات في ظل تردي الأوضاع ما قبل وما بعد الحرب، تمام، برنامج الأغذية العالمي كم يحتاج من أموال لدعم المتضررين وهم أعتقد بالملايين، يعني اعتقاد شخصي يعني، تمام، كم يعتقد يعني يحتاج من أموال لدعم هذه المتضررين سواء النازحين داخليا أو خارجيا، لأن حسب برنامج الأغذية العالمي ما بيشغلش في السودان بس، يعني في بعض الدول وخاصة في أفريقيا له وضع كبير جدا يعني. طبعا البرنامج كان بيعمل في السودان حتى قبل هذه الأحداث. البرنامج كان يقدم المساعدات الغذائية لحوالي 7.5 مليون شخص بصورة شهرية، سواء كان هذا عن طريق دعم صغار المزارعين أو مشاريع التغذية المدرسية، أيضا مشاريع العلاج سوء التغذية ما بين الأطفال وما بين الأمهات الحوامل والمرضعات. وبالتالي حتى قبل هذه الأحداث كانت المساعدات تصل ل7.5 مليون شخص. يعني هذه واحدة من أكبر عمليات برنامج الأغذية العالمي. طبعا بعد الأحداث الأخيرة هيكون صعب الآن يعني إعطائك رقم معين، لأن عملية مسح وتحديد الاحتياجات ما زالت قائمة. ولكن أعتقد أن هيكون هناك يعني ربما تضاعف في حجم المساعدات المادية والأموال التي يحتاجها البرنامج حتى نكون يعني على أهبة الاستعداد لمساعدة الشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها. نعم، يعني طيب، هل تم إطلاق صافرة إنذار ودعوات دولية بجمع الأموال والمانحين للتبرع لبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة المتضررين في الوقت الأزمة الحالي، أم إلى الآن لم يتم الإعلان عن ده؟ يعني إلى الآن طبعا في هناك ما نتحدث عنه هو يعني عملية رسم خطة الطريق المقبلة في الأيام والشهور المقبلة، ما بين تحديد أعداد من يحتاجون المساعدة، صورة هذه المساعدات ماذا سيكون شكلها، هل هي هتكون حصص غذائية
أم وجبات جاهزة أو مساعدات نقدية لهؤلاء الذين خرجوا إلى المناطق الحدودية، وهناك مثلا في دول فتحت أبوابها مثل مصر، وبالتالي يعني ربما يكون هنا الأسهل تقديم مساعدات نقدية، لأن الأسواق المصرية بها منتجات وممكن للشخص إنه يشتري احتياجاته، وبالتالي يعني عملية التحديد الكمية والكيف وتحديد من سيستفيد من هذه المساعدات الغذائية يعني كلها ما زالت الآن تحت التنسيق والتنظيم والتخطيط. نعم، كتير جدا من السودانيين من أهل السودان ومن جنوب السودان فروا هروبا إلى جنوب السودان وإلى تشاد، تمام، وبعض الدول الحدودية الأخرى بالتوازي مع السودان. بعض التقارير بتشير إلى تضاعف أزمة اللاجئين في بعض الدول التي تعاني أصلا من أزمات اقتصادية وأزمات متعددة. إلى مدى أي مدى حضرتك تتوقع يعني الأوضاع القادمة بالنسبة لهذه الدول من الناحية الغذائية، تمام، وخطة المنظمة للتعامل معها؟ طبعا المشكلة التي تواجه كثير من دول الجوار للسودان سواء كان هذا تشاد، جنوب السودان، والتي فر إليها عدد كبير من الأفراد من السودان، إن هذه دول بها نوع من الهشاشة سياسيا واقتصاديا، وبها مشاكل بالفعل. هذه البلاد بتعاني بالفعل من مشاكل كبيرة، يعني جنوب السودان هي واحدة من المناطق التي أعلن برنامج الأغذية العالمي إن بها بؤر مجاعة منذ فترة. نعم. يعني كل هذه الدول بالفعل تعاني من هشاشة في اقتصادها وفي بنيتها التحتية واجتماعيا وسياسيا، نعم. وبالتالي هناك خوف وقلق على مصير بعض هذه الدول، وخوف من أن يكون هناك في عملية يعني أن يخرج الصراع المسلح في السودان إلى خارج منطقته الحدودية، وننتهي بأزمة إقليمية في أفريقيا. بالنسبة طبعا إلى الآن يعني أعداد اللاجئين ما زالت في تدفق، ليس لدي أرقام دقيقة عن هؤلاء، ولكن هذه الدول إحنا بالفعل لدينا برامج ولدينا مكاتب في هذه الدول سواء كان في جنوب السودان أو في تشاد، وبالتالي يعني نحن عندنا إمكانية تقديم الدعم وتقديم العمليات، ويعني إطلاق عملية طوارئ سريعة لمساعدة هؤلاء. هي مسألة وقت ومسألة تنظيم ومسألة تحديد حجم هذه الاحتياجات وتحديد أيضا من هم المستفيدين. طيب، هل تم دعم الفارين حدوديا ودوليا وإقليميا من البرنامج؟ قال إلى الآن برضو لسه الأوضاع تحت التقييم بالنسبة للنازحين والهاربين من الحرب في السودان. طبعا عملية يعني حصر أعداد اللاجئين هي تقع تحت مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالإضافة أيضا إلى الحكومات المضيفة، وبالتالي يعني هذه الأعداد بتتحدد الآن من قبل هذه الحكومات بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لكن طبعا يعني احنا يعني عندنا أرقام كده سريعة يعني بتشير إلى أن في يوميا حوالي بيفر عشرات الآلاف إلى دول الجوار. إلى الآن مصر تقريبا دخل أكثر من 50 ألف، ربما أكثر، تشاد عشرات الآلاف، السودان، جنوب السودان الصورة ليست واضحة لدي في هذا الوقت، لكن بصورة عامة بسبب خروج الأشخاص بصورة يومية صعب تحديد بالضبط كم عدد الأشخاص الذين خرجوا.